كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سما بك وجعلك نجيا. فعلا اختلفوا أثناء الكتابة في كلمة التابوت، وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. البعض زيد بن سعد قال اكتبها بتاء المربوطة تابوه، لكن التانيين الرهط القرشي قال لا، تابوت تاء المفتوحة، نعم المبسوطة. وجاءوا إلى سيدنا عثمان قال لا، بتكتبوها بتاء المبسوطة لأن هذا هو الرسم المعتمد عند القرشيين. أليس من اللمم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك مضبوط ولا لا؟ نعقد بدءا من هذه الأمسية، نعم، صلة مع كتاب الله عز وجل في هذا الدرس، رحلة طويلة بالقدر الذي يوفقنا الله عز وجل إليه مع كتاب الله. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة دروس الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ بعرض هذه الشبهات واحدة إثر أخرى والرد العلمي المنطقي عليها، تجه الجهود المتربصة بدين الله عز وجل كلها إلى كتاب الله عز وجل للعمل بكل ما أمكن لإدخال الشبهات عليه ولإثارة أسباب الريبة فيه. من أجل هذا ينبغي أن نعلم هذا الواقع وأن نبذل كل ما يمكننا من جهد لرد غائلة هذا الغزو الأرعن الشارد عن المنطق والشارد عن العلم والمعرفة على كل المستويات، من أجل أن نحصن، لا أقول نحصن كتاب الله، كتاب الله لا يأتيه الباطل، لكن من أجل أن نحصن أنفسنا ضد لغو اللاغين وضد بطلان المبطلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى موضوع جديد لعلكم تتساءلون بادئ ذي بدء، وهل القرآن يتحدث عن نظرية داروين؟ و ما علاقة القرآن الذي نزل قبل أكثر من 1400 سنة بنظرية داروين التي لا يزيد عمرها على 130 عاما؟ واسمعوا، يقول الله عز وجل لأصحاب نظريات التطور للامارك ومن أيده،
لداروين ومن أيده، لأصحاب الداروينية الحديثة، يقول لهم جميعا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. هل سمعتم؟ أنا أقرضتك هذه الأمور اللي أنت بدك إياها مني، بكرة بتعطيني ثوابها، ما هيك؟ أنا عم انتظر ثوابها. فربك شو عم يقول؟ عم يبشرك، بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. في قراءة فيضاعفه وفي قراءة فيضاعفه، كلاهما متواترتان. فيضاعفه عطف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إيه؟ إن فعل ذلك يضاعفه الله، يضاعف القرض أضعافا كثيرة. فيضاعفه بالنصاب، يعني يتسبب عن ذلك أن يضاعفه الله أضعافا كثيرة. نعم، أكيد رب عز وجل بيجزه إليه ويرجع، هذا ما له مشكلة.